العلم يبني بيوتا بلا عمود، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فكل الناس هلكى إلا العالمين، وكل العالمون هلكى إلا العاملين، وكل العاملون هلكى إلا المخلصين. أبنائي طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا، السادة أولياء الأمور، ضيوف مدينة زويل الكرام، أرحب بكم في حفل التخرج الثاني لجامعة العلوم والتكنولوجيا، حيث نشهد مراسم منح درجات البكالوريوس في الهندسة والعلوم للطلاب الذين التحقوا بجامعة العلوم والتكنولوجيا في خريف 2014 و2015. ومنذ اللحظة الأولى لتشييد جامعة العلوم والتكنولوجيا في خريف 2013، فقد حملت مدينة زويل على عاتقها مسؤولية توفير التعليم للطلاب الموهوبين بغض النظر عن إمكانياتهم المادية، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية الدولة في رعاية المواهب وتنميتها. العقول المصرية عملت أشياء 4000 سنة فاتوا لغاية دلوقتي مش قادرين نفهم عملوها إزاي. فلما تيجي الأفكار جديدة بس نساعدهم ونخليهم يعملوا عليها تمويل، يعملوا عليها مكسب، انهم يسجلوها وبعدين لو تستخدم ويطلع عليها تمويل الشخص نفسه يجي عليها يجروا منها تمويل، الافكار هتيجي تاني. التفوق في مجال العلم والتكنولوجيا يعزز شعور الفخر بالوطن. انا نفسي كلفت من سيادة الرئيس بالانتهاء من هذا المشروع بشكل يليق بمكانة الدكتور زويل ومكانة الجامعة اللي مصر بتعملها. وزي ما الدكتور شريف قال، هم الولاد لما بيتخرجوا بيلحقوا في كل المجالات الدراسات العليا، وأنا أذكر هنا طبعاً جامعة MIT وبيركلي وبوردو وفيرجينيا. النهاردة احنا بنحتفل احتفال كبير، وأكرر التهنئة لأسرة المدينة بالكامل من غير ما أنسى حد، وأكرر التهنئة لكل بناتي وأبنائي الخريجين اللي بنحتفل بيهم اليوم، وداعيا لهم إن شاء الله مواصلة التفوق والتميز ليكونوا سفراء لجامعاتهم ومدينتهم. السلام عليكم آباءنا أمهاتنا وذوينا، كنتم أكثر من تحملنا في سنوات دراستنا تلك. أخص بالذكر عالمنا الجليل الذي وفقه الله أن يضع فسيلته في أرض خصب، ثم أمد في عمره إلى أن رآنا فعلمنا كيف نعتني بزرعته إلى أن تستحيل البذرة أشجاراً تزهر من الثمار أسكاها إن شاء الله، ألا وهو دكتور أحمد زويل. والآن يشرفني أن أدعو دكتور أحمد عكاشة والدكتور شريف صدقي لتسليم كأس الدكتور أحمد زويل للطلاب الفائزين. بكالوريوس العلوم كريم إبراهيم الغزاوي، وعن بكالوريوس الهندسة عصام رضوان بريقة، وما كان هذا الحلم وهذا الإنجاز وهذا النجاح ليتحقق إلا بدعم شركاء النجاح في مدينة زويل. بموجب السلطة المخولة لي من مجلس إدارة مدينة زويل، وبناء على توصية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أتقدم بمنح درجة بكالوريوس العلوم والهندسة لدفعتي 2018-2019 على التوالي، وما يتبعه من حقوق وصلاحيات ومسؤوليات.